هذه هي المادة 41 من مشروع موازنة العام 2017، بموجبها تستوفي إدارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل، على أن يدخل في حساب المستورد الضريبي ويحسب من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه. مادة خضعت للأخذ والرد في مجلس الوزراء أثناء مناقشة مشروع الموازنة، وأثارت اعتراض الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى شطبها من المشروع. اليوم عادت المادة 41 إلى مشروع الموازنة، ووزراء اعتبروا أن وزير المال أعاد إدراجها في مشروع الموازنة على الرغم من إسقاطها بموافقة رئيس الحكومة. جمعية تجار بيروت أصدرت بياناً أعربت فيه عن استغرابها لدى قراءة مشروع قانون الموازنة بما وصفته تسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري، كان قد توصل الوزير فرعون إلى إلغائها لدى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء. هي مادة ما بتطبق، يعني صعب جدا أن تطبق، أنه عندك أول شيء بأي سعر وكيف الجمرك بده يتطب ووين بده تنحط، وإذا إذا التاجر ما ربح شو بيصير بهالأموال. بس من ناحية تانية أيضا مين رح يدفع؟ ما راح ينتظر التاجر انه يرجع يقبضها بعد سنة ونص، راح يحملها للمستهلك. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال للإل بي سي آي إن المادة 41 كانت من بين مواد مشروع الموازنة المحال من الحكومة، وإن اللجنة أضافت 4 مواد فقط تتعلق بإعفاء المواطن من غرامات الميكانيك المالية والإدارية بنسبة 90%.